أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. نتمنى لكم يوم جميل جدا إن شاء الله، ونتمنى من الله أن تمر أيامكم آمنة ومطمئنة. الإخوان عندي واحد تساؤل، دابا علينا كيف يتحدى في عباد الله. شوفوا من هذا المنبر من باريس، من باريس حتى دابا أنا في باريس، هيا لا تري في المرايا، من باريس كنتحدى راسي. انا كنت حدا راسي، وإلا كان راسي واعر وكان مجهد يجي يدير معايا كومبا قدام الملعب في لاس فيغاس في لوس انجلوس السيمانه الجايه. انا كنقولها من باري، ولا تعرفي الشهاده والناس المشاهدين شاهدين، يجي راسي يدير معايا كومبا في لوس انجلوس السيمانه الجايه ان شاء الله. غادي تكون كومبا قيمه ديالها 40 مليون اورو، يعني داكشي الميزانية ديال المغرب خلال 4 سنوات، 400 مليون دولار. يعني كانت حدا راسي، وهذا شهادة من لا تور ايفيل، بمعنى هاد لا تور ايفيل حقيقية، حتى هاد الهضرة اللي كنقولها هي حقيقية. إذا دمتم آمنين ومطمئنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادو نديرهم في هذا، لا يمكن كافترو فرقونا تحتش كاين البرد بارد شويه الدواء صح. لا لا ما يمشي ما تشط سين طوال نورمال، ممكن نفطرو في الريستورانت فهمتي، كنمشيو للقهوه كنفطرو مع شويه بعيد الحال دابا. اه درزه ما عنديش الموس موس اخويا.